ايه او من ناحية الديون، وقلنا وشوفنا كمان مسألة الكومباندين ازاي ممكن نسمي المونتايز السمبل على 8 كيس ساعتها بنضحي بالاجزاء الصوت او السنه اللي الود مش حساسه ليها، فلقينا ان الود ما تبقاش حساسه للهاي امبليتيود تبقى حساسه للو امبليتيود، وبالتالي خلينا اللو امبليتيود نلعب على اكبر من الليمتس، وبعدين الهاي امبليتيود يعني خلينا حد من الليمتس اكبر شويه. النهارده هنبتدي نعمل البروسس نحلل السبيتش سيجنال ازاي ونطلع الامبورتنت فيتشرز منها. كمان المره اللي فاتت كنا مرينا على السبيتش سيجنال كده ولقينا ان السبيتش سيجنال في الباند ويز كويك في الفريكونس دومين الفرق دومين ما بيبانش الا في الامبليتيود مع الطرف، انما في الفريكونس دومين بقدر ألاقي تحليل أعمق أكتر من ذلك. وكنا وجدنا السيجنال بالعربي يعني المعالج، يعني معالج السيجنال.
بي بي بي، يعني السدنا اللي انا رسمه سوليد لاين ده ما هوش السيجنال الاصلي، هو محاوله ابروكسيميشن للسيجنال الاصلي. السيجنال الاصليه اللي عماله تطلع وتنزل، اللي عماله تطلع وتنزل دي شفناها مع بعض على الكوليدت او على البرات. والكوليدت والبرات ديت تولز، سبيتش بروسيسنج تولز، علشان تطلع السبيكترم ممكن من خلال الكارت بنطلع البيتش وبنطلع الانتنستي وبنطلع معلومات تانية كتير. ويا ريت حضراتكم تذكروا الكارت خالص. والكارت من الحاجات اللي ممكن تلاقوا عليها اد اونز، اد اونز كتير، وممكن بعض الاد اونز دي تنفع المشروع بتاعك. اد اون مثلا بيعمل فانكشنز كتير او حاجه زي الدايناميك موديل بس، علشان يعني هنتعرض للتفاصيل دي بعدين. بس الفراغ من الحاجات اللي بتتذاكر كويس ومفيد جدا، وهو اوبن سورس يعني متاح للكل. النهارده هنبتدي نخش مور ديبر في موضوع السيجنال بروسيسنج. فاول حاجه احنا قلنا السبيتش سيجنال عباره عن عندي برودكشن سيستم، فوكال برودكت سيستم اللي هو الجهاز النطق عن الانسان، وجهاز النطق ده بالاسيوم لان هو ميكانيكال سيستم، ميكانيكال سيستم بيدفع الهواء من الرئه بتمر على الحنجره، والحنجره بتشارك فيه من الاصوات. ده بيسميه فويس سبيتش، واللي ما تشاركش فيه بيسميه ان فويس سبيتش. خلاص ان فويس سبيتش، والاثنين دول مهمين. يعني اذا الحنجره او السبيتش برودكشن موديل لا اما بيجيلي سيجنال بيجيلي سيجنال كده من الحنجره، لا اما البديل لو الحنجره لم تشارك فكاني حاطط راندوم نويز، كاني حاطط راندوم سيجنال بتاخد اي قيمه كده مع كل سامبل كامله في الحته اللي هي ان فويس، وكاني في سويتش بيسويتش ما بين الفويست الفويست والانفويست، وبعدين يدخل على جيم، وبعدين يدخل على فلتر يمثل الفلتر ده هو الابروكسيميشن اللي احنا عاوزين نعمله. ده عباره عن فلتر ثابت فقط في فيو ملي سكندز. فلو جينا قلنا احنا هناخد دي، يعني ممكن يبقى فيها شويه اتجاه، لو هناخد السبيتش سيجنال، لو هناخد السبيتش سيجنال ونقول والله كل 20 ملي سكند 30 ملي سكند 25 ملي سكند، هنعتبرها ثابته كان جهاز النطق ما بيلحقش يتغير تغير ذا قيمه، فبنعتبره كانه ثابت وذا الفيو ملي سكند دول. ونقدر نقوم بتحليلاتنا في الفيو ملي سكند دول، نقدر نجيب السبيكترم بنسميه علشان كده شورت تايم، شورت تايم فورير ترانسفورم، شورت تايم فورير ترانسفورم، شورت تايم فورير ترانسفورم. الشورت تايم فورير ترانسفورم ان انا باخد السيجنال اللي مدتها محدوده دي، واعتبر ان السيجنال دي في التايم ده 6 ثواني،
لا البرودكشن موديل ما بيتغيرش. ونقدر نعمل لها الفوديل ترانسفورم. فلو السيجنال مشغلين الداتا السي على سامبلنج فريكوانسي 16 كيلو هرتز فرضا يعني، وانا هاخد 25 ملي سكند، تديني كام سامبل؟ دي تديني كام سامبل؟ يعني 25 ملي سكند لو حاجه شغاله على 16 كيلو هرتز اقدر احصل على كام سامبل؟ حد يضرب يقول لي؟ يعني 16000 نقسمها على كام؟ ال 25 ملي سكند دي يعني 41 من السنه. مظبوط؟ يعني كانك بتقسم ال 16000 على 40 ولا ايه؟ مظبوط؟ تجيب له 400 سندم؟ ما لو هتضرب هتضرب في ايه؟ هتضرب في كده، هتضرب في 0.025 من الثانيه. واخد بالك كانك بتقسم على على 40. فكأن عندي خلال الفتره دي 400 سندم. 400 سامبلز خلاص؟ السامبلز دي بيبقى شكلها عامل كده. سامبلز بالشكل ده. 400 سامبل بالشكل ده باخدهم ونبتدي نعمل عليهم فورير ترانسفورم. وبعدين اولا مطلوب مني دلوقتي مطلوب ان انا اعرف هو بايظ ولا عام بايظ؟ يبقى أول سؤال، أول سؤال مطلوب إيه؟ بايظ ولا عام بايظ؟ تاني سؤال عاوز أعرف الجين أو الأمبليتيود أو الإنرجي، كل دول يأدي نفس الغرض. وتاني سؤال عاوز أعرف الفلتر بارامترز، الفلتر بارامترز. الفلتر برامج بتاعتي. عاوز حاجة تانية؟ وعاوز كمان البيتش أو الفاندمنتال فريكونسي. البيتش أو الفاندمنتال فريكونسي. يبقى كمان عاوز نمرة 4 أحسب البيتش. طب لو عندنا الحاجات دي حسبناها. لو حسبنا كل الحاجات دي. كان مي دي بيسموها البروسيس دي بيسموها سبيتش اناليسيس تو جيت دي امبورتنت بارامترز ذات ريبريزنت ذا سبيتش ات ذيس فريم ات ذيس فريم. طيب 25 ملي سكند بعديهم فريم جديد كل البرامترز دي بتتغير؟ نعم. البيتش ممكن تتغير، الفلتر برامترز ممكن تتغير، الجين ممكن يتغير، ممكن اسويتش من بايظ لان بايظ او العكس او ابقى كما انا عليه. يبقى كل 25 ملي سكند او هنكتشف بعد كده ان هي اقل من كده شويه لان بنعمل اوفرلاب وهقول السبب ايه. بنحسب بريودي او يعني كل شويه بنحسب البارامترز دي كلها مره ثانيه فبنخش في لوب لحساب البارامترز واحنا شغالين. فجيل السبيتش سيجنال اللي انت تصحي مثلا انا قلت جمله من الجمله اخد الجمله دي اللي انت تصحي من الجمله دي مثلا الجمله ديت مثلا 10 ثواني وهنكتشف انه ال 25 ملي سكند دول هنعمل شويه اوفرلاب وهنقول السبب ايه. انا بعمل كل
كل 10 مللي سكند بريبيت الاناليسيس دي مره ثانيه. فكأني بعملها في الثانيه الواحده 100 مره، في 10 ثواني كأني بعملها 1000 مره. وكل وحده زمنيه من دول دي بنسميها فريم، سبيتش فريم. يعني كل وحده من دول بنسميها فريم. فكأني عندي للعشر ثواني 1000 فريم، للثانية الواحدة 100 فريم. الفريم الحجم بتاعه 25 ملي سكند، لكن لأني بعمل اوفرلابس على الفريمز، يعني ده ويندو مثلا والويندو التاني عامل كده والويندو التالت عامل كده، المسافة دي 10 ملي سكند. طبعا ممكن تبقى 10، واحد يعملها 12، واحد يعملها 12 ونص، واحد يعملها 15، واحد يعملها 5، الدنيا بتسمح بكده. هنشوف ليه بنعمل الاوفر، مش السيجنال داخل البعض، احنا هنشوف ده تحليل السيجنال. بس كل 25 ملي سكند اللي هو كل فريم من دول، كل فريم من دول مدته من 20 30 ملي سكند، يعني اللي تصل مثلا من 25 او اكثر. نعم. ده السبيكترم بتاع السيجنال، وده الجلوتال بالسز، ده جزء مش السبيتش سيجنال، ده الجلوتال بالسز اللي زي الجلوتال بالسز، جزء من الديسكربشن من البارامترز بتاع السبيتش سيجنال. بس الفريكونسي بتاعتها يعني ملهاش علاقه بالفورمولا في الحاجات دي. بنجيب البيتش، حاجه بنجيب البيتش، يعني نجيب الفيرست هارمونيك الفاندمنتال فريكوانسي للسبيتش اللي عندي. واخد بالك؟ عادة ما بتبقاش بالضرورة، مالهاش علاقة بال 25 ملي سكند، مالهاش علاقة بال 10، مالهاش علاقة بده كله، دي بتتعامل معاملة خاصة الجزء ده واحد من الناس. السبيكترم بتاع احنا دلوقتي خدنا ان السبيتش سيجنال اللي هي 10 ملي سكند، سيجمنت من 10 ملي سكند مثلا، قسمناها الى هشوف بنقسمها ازاي، بنقطع 25 ملي سكند، خلاص بنقطع 25 ملي سكند، واخد بالك؟ وبعدين بنعمل شيفت وناخد كمان 25 ملي سكند وهكذا. ليه؟ بنأسيوم ان ال 25 ملي سكند دول احنا بنعمل التحليل بتاعنا ان البرودكشن موديل ثابت، واخد بالك؟ وبنحسب له البارامترز المهمه اللي لو حصلت عليها there is a chance to reproduce the speech مره ثانيه، حتى مع وجود شويه خطا او شويه يعني ايه مش هتبقى بيرفكت قوي، بس هفهم الصوره، هفهم اللي انت قلته، واخد بالك؟ لان اللي احنا بنعمله ده بيسمى لوسي بروسس، يعني ما بقدرش اجيب السامبلز بتاع السبيتش كلها مره ثانيه، بس بجيب حاجه مشابهه ليها تأدي الغرض. وهو ايه الغرض؟ ان انا لو ركبتها ثاني وعملت برودكشن للسبيتش سيجنال ثاني افهمها، افهم انت قلت ايه؟ هو ده غلط، واخد بالك؟ لكن هتبقى مش ناشفه قوي. عاوزها مور ناتشورال، اديني مور انفورميشن، اعمل تحليل اكتر مخصصه للسيجنال دي، اعمل تحليل اكتر وحاول تديني معلومات اكتر. وطبعا في الوت اوف ورك يعني في السبيتش اناليسيس، لدرجه مثلا احنا بنعمل بالمحمول وانت بتتكلم يعني يكاد يكون ناتشرال، واخد بالك؟ يكاد يكون ناتشرال وما انتش بتحس بالفرق قوي، الا في التليفون الارضي ممكن تحس
هيحس بالفرق لانه بيليمت البانويتس على حوالي 3.4 جيجا. واخد بالك؟ فالحاجات اللي هاي فريكونسي بتبقى ضايعه الى حد كبير. انما الكومبريشن والديكومبريشن اللي بيحصلوا في الموبايل افشنت انف واخد بالك برضه من الفكره اللي احنا بندرسه ده بحيث انه بيديني حاجه شكلها برمجه ما فيهاش الميكانيكال افكت اللي بيجي اللي احنا بنعمله ده تفهم لكن ما تبقاش حاسس انه ناقص حاسس انه ميكانيكال كويس عامل زي روبوتس كده القديمه كده يطلع لك روبوت القديم هو بيتكلم ازاي اكيد او مش ناقص يعني. هاي سؤال؟ دكتور افضل احنا نزود بيجن بيجن بتاع 20 سنه ولا يعني الناس بتقعد تجرب لما تكون عاوز حاجه مثلا فيها شويه ميوزك ولا بتاع الكلام ده ما بيقبلش ده السكتش على لكنه يعني ممكن لو خليت لو قللت ده شويه وعاوز كواليتي اعلى ممكن يتحسن اكثر يعني. بس يعني لو الهدف بتاعك ان انت اصل الهدف احنا بنفرق ما بين تو خيارين، خيار ان احنا عاوزين نقلل عدد البارامترز علشان نعمل كومبريشن جامد علشان لو بنستخدم بالويتس نقلل استخدام البالويتس عشان كل الناس تشارك ما تبقاش صعبه. وفي نفس الوقت عاوزين الكواليتي تبقى كويسه. عاوزين كواليتي كويسه نعمل بيتس اكتر نعمل بارامترز اكتر. عاوزين كواليتي معقوله بس بعد عدد البارامترز اقل شويه احنا بندرس هنا جينيريكالي كده السيستم ماشي ازاي. بس انت ممكن تيجي تقول والله انا هزود عدد البيتس او عدد هقلل مثلا بدل ما اعمله كل 25 ملي سكند انا اعمله كل 10 ملي سكند. حاجه لكن ما تروحش تعمله مثلا كل 100 ملي سكند. الصوت مش هيطلع حلو. تمام يا شباب؟ طيب في اي سؤال لغايه دلوقتي؟ طيب ايه بقى اول خطوه بنعملها هي ايه؟ اول خطوه بنعملها هنشوف عمليه الويندو. هي قبل الويندو في حاجه ثانيه بنسميها بري امبسس هتكلم عنها بس هتكلم عن الويندو الاول. فايه بقى مشكله الويندو؟ انا دلوقتي عاوز اخد ويندو لو الويندو زي ما انت شايف كده بيرفكت كده انا هفترض ان انا بشتغل على سايد ويندو. هنشوف ايه تاثير اخذ الويندو. انا لو شغال كده على سايد ويف زي ما انت شايف وجت كده صدفه رحت قاطع بالشكل اللي انت شايفه ده. اوكي؟ لو رحت عملت رحت للفورير ترانسفورم هتلاقيك عملت هنا ايه؟ ريبريزنتيشن للسبيتش سيجنال زي ما انت شايف كده. احنا بناخد الماجنتيود بناخد الابسوليوت ماجنتيود علشان كده برغم ان هي ساين ويف لكن مش هتلاقي حاجه نيجاتيف من دول. فلو هي واحده نيرف للثانيه يعني انا لو واقف في النص هنا انا هشوف واحده وخلاص اللي هي تمثل الفريكونسي بتاعت السيجنال. الثانية الميرور بتاعها اللي بيبقى موجود في النيجاتيف فريكونسي. طيب ماذا لو انك انت قطعت الويندو بالشكل ده؟ قطعت الويندو بالشكل ده هو في اسامبشن في الديسكريت فورير ترانسفورم لو انت اشتغلت على سيجنال هو بيفترض انا ما اعرفش السيجنال قد ايه وبعد ايه. الحته اللي قطعتها دي عشان يعمل يقدر يحل بيفترض لان هو بيفترض ان السيجنال مستمريه من اقص انفينيتي زائد انفينيتي عشان يعرف يحلل السيجنال بتاعه. فبيأسيوم انك انت مكمل السيجنال بتاعتك من حيث قطعتها يمين وشمال زي بعض. فلو انت قطعت بالشكل ده هو بيأسيوم ان السيجنال ماشي الاحمر ده الاسامبشن اللي بيبني عليه التحليل بتاعه. واضح يا شباب ورا؟
واضح؟ طيب لو سيجنال بالشكل ده هعمل لها فورير ترانسفورم. بص الفورير ترانسفورم طلع شكله ايه؟ ايه بقى ايه ده كله ده؟ ما هو انت عندك سيجنال فيها شارب ايدجز بالشكل ده ولدت هاي فريكونسي كومبوننتس. انا هنا الزيرو عند اف اس على عند اف اس على 2 بتبقى كده، وبعدين بتتكرر السيجنال الثانيه كلها. على فكره لو كملنا في الفريكونسي هنا او كملنا هنا هنلاقي الكلام ده بيتكرر. لان انا بشتغل على سم السيجنال، فالسم السيجنال تلاقيها متكرره من ناقص انفينيتي زائد انفينيتي في الفريكونسي. فانا بيهمني الجزء ده. فالجزء ده بيقول الاتي، بيقول الاصل ما كانش فيه سيجنال زي ده، كان دي موجوده وبس. والسيجنال دي بتمثل الفريكوانسي اللي بتشتغل عندها السيجنال اللي قدام. انما دلوقتي حصل اول حاجه، اولا السيجنال كانت هنا بقت الضعف، خلي بالك ان دي الفريكوانسي بتاعتها مالها لو قارنها بالسيجنال دي اللي بقت ضعف. لها ضعف السيجنال دي. وبالتالي لما تيجي تشوف هنا تلاقي مثلا هنا مثلا كانت مثلا 100 هرتز بقت 200. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ظهور الهارمونكس دي، الهاي فريكونسي هارمونكس من السيجنال. جايه دي جايه نتيجه الشارب ايدجز اللي حصلت دي. جت ليه دي؟ مع ان السيجنال هي الحته دي بس اللي انا باخدها، لان الشورت تايم فورير ترانسفورم اللي احنا بنعمله بيأسيوم ان السيجنال متكرره قبل وبعد فور انفينيتي من ناقص انفينيتي لزائد انفينيتي. ده عشان الاناليسيس بتاعتي الماثيماتيكال اناليسيس فورير ترانسفورم بتشتغل صح، فبي دازنت ديل ويز يعني سيجنال كده محدود. لا doesn't do that. امال بتعمل ايه؟ بالاسيوم الكونتينيوتي من ناقص انفينيتي زائد انفينيتي. واضح؟ لا المشكله جت نتيجه ان انا وانا جاي اعمل بكت السيجنال هنا باحترافتها بويندو كونتراكتور بتقطع السيجنال اللي انت مش شايفها اصلا هتقطع فيه. فبنيجي نقول والله من السامبل الاولانيه لحد السامبل 400 نقول في حوالي لو فرضا يعني 16 كيلو هرتز وهنعملها 25 مللي سكند، كل 400 سامبل هيبقى فيه حته بنقطع فيها. فعند من زيرو للسامبل 399 دول يمثلوا 400 سامبل. انا ما اعرفش السامبل الاخيره زيرو ولا خمسه ولا 100 ما اعرفش. فوارد جدا انك انت تقطع وتكون السامبل كبيره الامبليتود كبيره. فلما تاخد اللي انت قطعته ده وتحط جنبيه من ناقص انفينيتي زائد انفينيتي ريبليكا من السيجنال اللي انت قطعتها، وارد جدا ان يكون في شارب ايدجز موجوده. انا عملت لها انسرشن نتيجه ان انا قطعت في حته ما انا مش عارف الحته دي اصلا هاي امبليتيود ولا لو مش عارف. واخد بالك؟ فبقى الامباكت بتاع الكلام ده ايه؟ الامباكت بتاع الكلام ده زي ما انت شايف كده بيريز هاي فريكونسي كومبوننتس هاي هارمونيكس من السيجنال بتاعتي. السيجنال بتاعتي كانت الفريكونسي هنا اول هارمونيك او يعني اول واحد ده هو اللي بقى دوميننت وبقى هو اللي ده ظهر. ادي الجهاز بقى. طب اعمل ايه؟ نعمل ايه بقى في المشكله دي؟ ايوه نعم. ازاي بقى الدكتور يعمل ايه؟ ما انا مش عارف انا مش عارف ان ده ظهر لي
ايه اللي من اصل السيجنال وايه اللي مش من اصل السيجنال. انا بعد ما عملت التحليل ما اعرفش الاصل كان ايه، واخد بالك؟ فلا مش هيبقى مناسب ان انا احطه في الطريقه دي. نزود عدد السامبلز هتخش في المشكله دي، لانك انت لما تخلي عدد السامبلز اكتر واخد بالك الميكانيكال سيستم اللي احنا عاملين اسامبشن ان بعد 25 ملي ثانيه ممكن يتغير، هتبقى عندنا مشكله كبيره. فبالتالي اي هاف تو دو سمثينج. ايوه تكبر ايه؟ ما هو عامل بيسكت هو كده بيسكت. هو بيقول لك ازاي بقى؟ ما هو الويندو اللي انت حاطه على السيجنال كل ما تكبره كل ما تدخل سامبلز اكتر. طيب ما هو انا بقول السؤال يا سيدي، بدل يعني هو السؤال كان بيقول ايه؟ بدل ما اخد 25 ملي سكند خليهم 100 ملي سكند، صح؟ حلو. انت كانك بتقول ايه؟ ليت اس اسيوم ان الميكانيكال سيستم ثابت لمده 100 ملي سكند، ده مش صحيح. ده انت كده اصل البروبلم هتلخبط مننا خالص. واخد بالك؟ تيجي تعمل الكلام ده يديك لكن ستيل حتى لو عملت كده يعني الايفكت ممكن يكون اقل تاثيرا، لكن برضه هيظهر لك التشانس ان يظهر لك هاي فريكونسي كومبوننتس تمثل بالنسبه لك unwanted نويز او سيجنال، وانت جاي تعمل برودكشن تاني هتزعجك. صحيح ممكن تبقى تاثيرها اقل شويه لما تكبر الويندو، بس انت هتقع في مشكله اكبر. خد بالك. ممكن مثلا ابص على الويندو اللي قبل او الويندو اللي بعد اكتر من كده. ازاي؟ مثلا عندي هنا حاجه بسيطه يعني اشوف اللي قبل واللي بعد. افرض ان الالات مختلفين، ده طبيعي وانا عمال اغير صوتي يعني. شوف مثلا عن الانف مثلا يعني الكومبوننت اللي بعد او الويندو اللي بعد مثلا اللي هو اللونه كان الامبيد مالي. فهقول مثلا في يعني هقول مثلا الفريكونسي ده هو اللي دي اولويه او كده يعني. انا في الاخر وانا بغير صوتي وتيجي مره الويندو اللي فات عند صوت قبلي وبعدين الصوت اللي بعدي ممكن يكون طبيعي مختلف، فمش مفروض ان انا اعمل تشينج جوه التحليل اللي انا عامله جوه كل ويندو واخد بالك على الاقل اللي بعده. في حاجات يعني اللي بتقوله مش غلط خالص. احيانا حسابات البيتش مثلا على سبيل المثال ممكن يحصل خطا نتيجه ان انا بدل ما اجيب الفاندمنتال فريكونسي زي الحاله دي ما ابص الاقي السكند فاندمنتال الفيرست هارمونيك اقوى من دي، فدي بتيجي معايا فساعتها بعمل البروجكشن بس حاجه. لكن عشان اعمل البروجكشن ترانسفورم عندي مشكله كبيره ان انا اخد الويندو بتاعي ريكتانجلر ويندو، ده بيسمى ريكتانجلر ويندو. اللي انا عملته ده بيسمى ريكتانجلر ويندو. انا جيت كده على السيجنال ورحت واخد قاطع دي ورحت نازل ده مشيت كده ورحت طالع وماشي ثابت ورحت نازل ورحت رايح ده بيسموه ريكتانجلر ويندو. فالايفكت بتاع ريكتانجلر ويندو هو اللي انت شايفه. هو مش موجود اصلا ده يعتبر تغير موجود في الطبيعه لا ده كل مره كاتشر ده موجود في الطبيعه ده موجود في الطبيعه بس احنا بنختار الحاجه المناسبه. طيب في اي حاجه ثانيه؟ طب ما تيجوا نفكر ان احنا بدل ما ناخد الويندو عامل كده ما تيجي نعمل شويه ناخد الويندو يعني عامل كده ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ تعالوا نشوف كده
ايه؟ فين انا عملت ايه؟ لا قلت الاتش ده مش هينفع، انا عاوز اعمل حاجه كده، فرحت واخد الويندو عامل كده. يعني ضرب في ويندو عامل كده. ينفع؟ ما تيجي نجرب. اول سؤال يجي لذهنك، انت عملت الدستورشن للسجنال بتاعتنا، السجنال بتاعتنا مش هترجع زي صح؟ يعني اما اجي سامبل من السامبل زينه وراح ضربها بزيرو، وسامبل من السامبل زينه اضربها في واحد، وسامبل من السامبل هنا اضربها بوينت 6 ولا بوينت 3، لم تعد السيجنال كما كان. مظبوط؟ ده اول مشكله. بس تعالوا نشوف هي حلت مشكله الايدج ولا لا. البنت عملت لي ديستورشن للسيجنال. فتعالوا نشوف ادي السيجنال بعد ما ضربت في الويندو، ادي السيجنال بعد ما ضربت في الويندو. مختلفة عن السيجنال اللي كانت عاملة كده. السيجنال كانت عاملة كده. لما كنت اقطعها بالويندو ريكتانجل. لما ضربت في الويندو اللي هو يعني تيبرت كده شوية، السيجنال يعني هنا نزلت للصفر، وهنا تقريبا في الحتة اللي في النص زي ما هي، وبعدين رجعتها للصفر تاني. الحتة دي والحتة دي يعني الضربة، الحتة اللي في النص دي معقولة، يعني حتى لو حصل لها ديستورشن معقول يعني. لكن اللي حصل لها ضغطت من الناحيتين. تعالوا نكمل كده ونشوف. طبعا هنا حصل ديستورشن كبير قوي في الحته دي، بس ما بقاش فيه شارب ايدجز. انت عالجت الشارب ايدجز صح، بس على حساب ان حصل ديستورشن بس. طيب تعالوا نكمل. ادي يا سيدي شكل الايه ويف فورم. الفيرست هارمونيك هي اللي دوميننت ماشي، بس كل الهاي فريكوانسي كومبوننتس حصل لها ايه؟ خلصت منها. والقيمه دي ممكن تبقى مختلفه سنه عن اللي كانت موجوده قبل كده. فعلمنا حاجه، لان ظهر لنا ديستورشن في السيجنال، لاني اخفيت مع فيها شويه معلومات. يعني الحته اللي انا ضغطت عليها ونزلتها للصفر دي ده معناها ان انا في معلومه راحت مني صح؟ معلومه راحت مني. طيب علشان كده بقى فكره الاوفرلاب، ان انا باخد الويندوز بتاعتي اوفرلاب بالشكل ده. وكاني بقول ايه؟ كاني بقول ان السيجنال بتاعتي كاني بحلل الجزء المهم ده، وبعمل لها يعني ايه نوع من التيبرنج كده بعد كده. ولو خدت الجزء المهم هنا على الجزء المهم هنا على الجزء المهم هنا، مش معنى طبعا. يبقى ده على طول اول ما عملنا الويندو ما هواش ريكتانجلر، انما يعني منزله من ناحيتين، عامل التيبر من كده من ناحيتين. انا معلومه في معلومات راحت مني، اعوض المعلومات دي بان اكرر اعمل اوفرلاب ما بين كل ويندو والويندو اللي وراها. فنشوف بقى ادي الثلاثة مع بعض. دي اصل السجن. حصل ديستورشن، حصل ديستورشن. طبعا الكلام ده لان انا واخد ايديا كيس ساين جيم بتاعه، واخد سبيشال كيس. الكلام ده بيبقى تاثيره قليل قوي. خلي بالك لما بتشتغل على الفورمين سامبل والكلام ده بيحصل في الايدجز، فتاثير ده مش بيبقى عجيب قوي كده. بس اول حاجه قدرت اخلص منها ان انا قدرت اخلص من الهاي فريكونسي كومبوننت، لان دي تمثل نويز مش حلو خالص في اللي بنسمع الصوت على كده. فده التصرف العملي. طيب الحاجه الثانيه ان علشان ما تبقاش في معلومات راحت مني، خدت اوفرلاب الويندو.
في كذا 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 يعني ترايل او كذا ويندو بروبوزل من الناس. في الهامينج ويندو اسم واحد يعني اسمه هامينج، الثاني اسمه هانينج، واحد اسمه فلاجمان. كل واحد حط بروبوزل. لو تيجي ترسم اي ويندو من دول حتى ايه ليه طبيعه عملت دي طبيعه انه طالع سموث وواصل للواحد وبعدين نازل تاني سموث، فسواء تبقى هامينج او هانينج يعني دول المشهورين اكتر. واضح؟ خلي بالك لما تيجي ترسم ده 0.5 يعني الساين والكوساين بيبقى عامله كده. الكوساين بيبقى عامله كده. سنجل فريم الايفكت بتاع الاوفرلاب مش بيبان هنا،
انت عارف ممكن المبدا انك تشوف الاسبكتروم مع بعض الاسبكتروجرام اللي كنا ورينا المره اللي فاتت. لكن احنا هنا بنتكلم في سنجل ويندو في سنجل فريم بيسموه الويندو بنمرره على السيجنال وبنطلع الويندو سيجنال اللي هي بنسميها فريم. نعم اللي في النص هي دي اللي في النص ديت لما كان بيسموه ريكتانجلر ويندو دي الاصل لو احنا واخدين الساين ويف كنا واخدينها شارب كده في حته الصح واخد بالك او كان المفروض تبقى كده ده الريفرنس بس من ده مش هنقدر نوصل لكل اللي احنا فعملنا ايه فعملنا ريكتانجلر ويندو اكتشفنا ان عندنا مشكله كبيره جدا وبيريز هاي فريكوانسيز نتيجه الشارب ايدج اللي موجود فعالجنا الشارب ايدج وبعدين هناخد بالنا بقى واحنا جايين نعالج البريك السبيتش سيجنال ان احنا نعمل اوفرلاب عشان نداري او نستعيد الايدج اللي راح مني. خد بالك؟ ايوه نعم ما هو اصل يمكن المثال اللي موجود هنا شارب شويه لما يكون عندك 400 سامبل مش الايفكت ما بيبقاش يعني بتبان في حتت ال تاثيرها بيبقى عليك خد بالك تاثيرها بيبقى وبعدين ما احنا متفقين ان احنا مش هنعرف نرجع للسبيتش سيجنال ده بس انا لو في الاخر سمعتك بدل خلاص يعني هي يعني في تولرنس قلت ان جامد قوي يعني مثلا عندنا في اللغه العربيه عندنا ثلاث اصوات ا اي او ثلاث اصوات على فكره في الفرنساوي واللاتيني والكده يجي 12 اصوات لان هم يفرقوا ما بين الحاجات اللي احنا ما بنفرقش بين الحاجات دي فاحنا عندنا لما يكون نفس الشخص بيتكلم واخد بالك ولا اكتر من شخص بيتكلم وكل بيقول هتلاقي لما تيجي تحلل الاهات بتاعتهم تحليل دقيق يعني ده مختلف فيعني غالبا اللي هيحصل يحصل تشوه بسيط ماشي وده باينه هنا قوي باينه اكثر من اللازم لان احنا واخدين برضه كيس ساين ويف فالدنيا مش ما بتقلقش كده قوي يعني ده ممكن يحصل مثلا التشوه ده لو عندك سبيكترم من حوالي مثلا قلنا ان احنا شغالين على 16 كيلو هرتز والماكسيمم بتاعنا حوالي 7 ولا 8 كيلو فتلاقي الهاي فريكونسي كومبوننت اتاثرت شويه ولا حاجه انما الفريكونسيز الواطيه العاديه في الغالب ما بتحصلهاش. طيب خلاص كده حته الويندو دي بقت واضحه. اوكي في برضو حاجه ثانيه بنسموها البري امفسيس. البري امفسيس ايه حته البري امفسيس؟ البري امفسيس هو فلتر بنحطه بسبب انه السيجنال السبيتش سيجنال طبيعتها في اللو فريكوانسي تلاقي الامبليتيود زي ما انت شايف كده يعني كويسه الامبليتيود في اللو الامبليتيود عاليه معقوله لكن لما نروح للهاي فريكوانسي لما نروح للهاي فريكوانسي عادة بتقل قوي القيمة. ف somehow الودن الإنسان بتتعامل مع الكلام ده بشكل efficient إنما لما نيجي نشوف السبيتش سيجنال لما نشوف التحليل بتاعنا تلاقي إن الهاي فريكونسي كومبوننتس تقريبا ضعفت لدرجة إن تأثيرها وأنا بحسب الفورمانس مثلا ممكن تهرب مني بعض الفورمانس
الهاي فريكوينس. طب نعمل ايه؟ يعملوا حاجه كده بسيطه علشان يقووا الهاي فريكوينسي كومبوننتس على حساب اللو اللو فريكوينسي وانز او كومبوننتس، بانهم بيحطوا حاجه اسمها بري انفسس، يعني بيحطوا حاجه كده توضح التاثير الهاي فريكوينسي، توضحها شويه. لما يكون عاوز احط حاجه، لما يكون عاوز احط حاجه الفريكوينسي بتاعتها في اللو واطيه وفي الهاي عاليه، دي فلتر تبقى طبيعته ايه؟ اقرب ما يكون لهاي باس، يعني مش هاي باس قوي لان انا مش عاوز اقتل اللو فريكوينسي، بس يعني لو عاوز تقول يعني هو ممكن اصنفه على ايه، ممكن يتصنف على الهاي باس شويه، لكن ما هوش هاي باس عادي. هوريك انا لو عاوز ادي شويه بايس كده، انا عندي السبيتش سيجنال زي ما احنا شايفين عامله كده وعماله تنزل بسرعه، وعاوز كاني عاوز اضربها في حاجه يعني عامله كده عشان اقوي السيجنال، تبقى بعد كده عامله يعني ايه بتنزل بس مش بالعنف قوي، فده بيسموه بنحط سيجنال، بنعمل حاجه كده بنسميها البريفكس سيجنال، ناخد السيجنال بتاعت السبيتش اللي هي بري انفسايزد، واقول ان دي بتساوي السبيتش سيجنال بتاعتي العاديه عند السامبل ان ناقص الفا في السيجنال اوف ان ماينس 1 بس كده ببساطه شديده. ايه عامل انت عملته ده؟ تاخد السيجنال وتطرحها من السامبل، كل سامبل تاخدها تطرحها من السامبل اللي قبليها، السامبل اللي قبليها هنحط لها هنضربها في الفا، الفا دي كود دي something like 0.95 مثلا ولا حاجه، 0.95 0.98 ده بيمثل ايه بالنسبه لي؟ بيمثل تأثيره عامل زي ما تكون بتدي بايس للهاي فريكونس شويه، وده يبقى زيرو ولا نقول من وجهه نظر الزد ترانسفورم ده زيرو ولا نقول؟ يعني ضرب واحد ناقص الفا في زد الصناعة واحد، ده يعتبر زيرو ولا نقول؟ بلاش كده. لو انت عندك اليونت سيركل عامله كده، ما احنا بنتكلم في زد ترانسفورمر، لو انا عاوز السيجنال اخلي طبعا اللو فريكوانسي يبقى فين والهاي فريكوانسي فين؟ اللو فريكوانسي هيبقى هنا والهاي فريكوانسي هيبقى الناحية دي. احط كاني حاطط هنا لابولا زيرو، تاثير البول ايه وتاثير الزد الزيرو ايه في الزد ترانسفورم؟ تعالى نفترض ان انا حاطط بول، الكلام ده تاثيره ايه في الفريكوانسي؟ لو رحنا في حولناه للاس ترانسفورم البول ده يعمل كده، ده تاثيره لو كان بول، لو كان زيرو، لو
كان ده مش ريبورت، ده كان زيرو زيرو، التأثير يبقى عامل كده. كل ما تقرب منه القيمة تبقى صغيرة، كل ما تبعد عنه انت بتضرب في القيمة دي وانت شغال، فيديك حاجة لو دي الفريكوانسي، يعني يديك حاجة عامل. ولو دي الفريكوانسي لو كان بول، انا كنت بقسم في بول، بقسم على القيم دي، فبقسم على القيم دي تبقى تبتدي من حاجه كبيره وتنزل من الدرج. فتاثيره تاثير بول ولا تاثير فيو؟ مش بالخمسه. انا اشرحها بقى. وبعدين بقسم على المسافة دي أقل شوية، بعدين بقسم على المسافة دي أقل شوية، بعدين بقسم على المسافة دي أقل كمان، بعدين بقسم على المسافة دي أقل كمان. فده تكسير البول المزروع في الحتة. لو عاوز تشوف تأثير الزيرو، أنا الزيرو في المقام في البسط، فأنا بضرب لو أنا عندي النقطة صفر، النقطة واحد، النقطة 2، النقطة 3، النقطة 4، أنا عند النقطة 0 بضرب في القيمة دي بضرب في القيمة دي. المسافة عمالة تزيد، ده تأثير الزيرو، ده تأثير البول. ده تأثير البول والزيرو. يبقى احنا حطينا زيرو ولا بول؟ زيرو. حطينا زيرو. الزيرو بيعمل ايه؟ يديني هاي فريكوانسي، بايز الهاي فريكوانسي على حساب اللو فريكوانسي، تمام؟ وبالتالي ونوع الفلتر اللي احنا اشتغلنا عليه، فاكروا انواع الديجيتال فلترز؟ ما سمعتوش عن اي اي ار واف اي ار ولا من ده؟ مش مهم. فده نوع من الفلتر بسيط جدا، واخد بالك؟ ولانه زيرو ما بخافش، لما بيبقى فيه بول بخاف ان السيستم بتاعي عرضه للانستابيليتي، لكن انا خايف هنا من الانستابيليتي في حاجه، لان هو زيرو. يا دوبك كل اللي بعمله بعمل حاجه كده سيمبوليكالي، عندي السيجنال ماشيه كده وعندي هنا ادر، باخد سامبل من السيجنال دي وعمل لها ديلي، وبيمثلوا الديلي بالرمز ده 1 سكند، واروح حاططها بالنيجاتيف واخد السيجنال بعد كده.
العملية دي ما تولدش، خلي بالكم ان مفيش اي لوب في الباك، مفيش فيدباك، ده كلها فيد فورورد. فالسيستم ده ما قلقش من الاستابيليتي، مش مش هيعمل ايه انستابل لوب كده. لما بيبقى العكس بقى، لما تبقى لو ماشي كده، ده اللي موجود عندنا. لو كانت السيستم ماشي كده في فرصه اللوب دي، اللوب دي خاف منها قوي، اللوب دي بخاف منها قوي في الديزاين، لانها وارد ان هي توصلني للانستابل سيستم. تمام، فده مش هو الكيس بتاعتنا. احنا الكيس بتاعتنا احنا بنزرع زيرو في الاول، الهدف منه ان نعمل امفاسيس على الهاي فريكوانسي كومبوننت. الخطوه دي بتسمى بري امفاسيس او بريمسايزنج السبيتش سيجنال. تاثيرها ايه؟ تاثيرها ان بتاخد الهاي فريكوانسي كومبوننتس وتديها بايس شويه. ليه بنعمل الكلام ده؟ عشان واحنا بنعمل تحليل ما تضيعش مني الهاي فريكوانسي كومبوننتس، تبقى واضحه شويه، تقوم الايه الكالكوليشنز بتاعتي تراعي هاي فريكوانسي بارت، لانه بيحصل في السبيتش سيجنال انه طبيعه التغيير بتنزل بسرعه بزياده، برغم ان الويد حساسه اكتر لللو فريكوانسي، بس مش لدرجه ان الهاي فريكوانسي ديتيريوريت قوي كده مني. اي سؤال؟ يبقى ده البري امفاسيس وده الويد. يبقى الخطوتين دول بنعمل ايه الاول؟ البري امفاسيس ولا الويد؟ ها؟ احنا درسنا الويندو الاول، بس البري امفاسيس هو اللي بتعمل الاول، لان السيجنال كلها انا مش محتاج اعمل لها ويندو قبل ما اخش على البري امفاسيس. قبل ما اخش على الويندو اول خطوه بعملها البري امفاسيس. خلاص، يبقى دي اول خطوه بتتعمل. فيري سمبل، فيري سمبل. وطبعا في بعض الناس بيجربوا حاجه كومبليكيتد شويه على السيجنال البسيطه اللي احنا بنشتغل عليها دي. شوفوا تاثيرها. بص السيجنال نازله كده، لما عملت البري امفاسيس ده اتعدلت شويه، ادت بايس شويه للهاي فريكوانسي كومبوننتس، عدلت لي الدنيا شويه. اي سؤال؟ يعني البروسيس بتمشي انك انت بتعمل الخطوه الاولانيه، انت بتعمل البري امفاسيس، وبعدين زي ما شفنا قبل كده بتعمل اوفرلاب وانت شغال. كل لو هو 25 ملي سكند بتعمل اوفرلاب 15، ويبقى اللي انت الستيب اللي انت بتاخدها كل مره 10 ملي سكند فقط. بالشكل ده بنضمن الى حد كبير ان احنا استعدنا الدستورشن اللي حصل نتيجه التيبرنج اللي احنا عملناه في الويندو. فادي الستيب تمشي بري امفاسيس، وبعدين يعني على فكره هي يعني غالبا دي اللي بتبقى الاول، يعني هو عامل هنا بيعملها كده، لكن غالبا البري امفاسيس دي اللي الاول. بس كده ده اول جزء نحو اي سؤال؟
نسمع نسمع زميلي. نعم. هي التوطة أكتر من اللازم، لما باجي أعمل تحليل عشان أجيب الفورمال والتاني والتالت والرابع والخامس بتهرب مني. واخد بالك؟ فعشان نعرف نجيب الفورمالز دي كويس بنضطر نعمل، لو عملنا كده بتحسن لي البرفورمانس بتساعدني على إن أنا أجيب البارامترز بتاعتي بشكل أفضل. على فكرة يعني انت لو جبت السيجنال وعملت البايس ده هتسمع سيجنال بس ايه تسمع لغاية ليكوس تحتاجها افضل. ويبدو ان الودن عندنا بتكون بالعملية ديت بشكل او باخر. واخد بالك برغم ان هي مهتمية باللوب ليكوانسي اكتر بس مهتمية باللوب ليكوانسي اكتر بتروح مديها مديها فلترز مديها فلترز اكتر شيء. طيب الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي ليه علاقه بيه ازاي احصل على بارامترز للايه؟ يعني احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا عندنا الفريكوانسي دومين. انا باخد
400 سامبل اروح بيهم للفريكوانسي دومين. عندي 400 معلومه، لما اروح للفريكوانسي دومين هيبقى كام معلومه؟ لما بتعمل فورير ترانسفير وبادئ عندك، لا بس هم في الاخر كان معلومه اللي خد بالك منها حتى ان فيهم ميرور، لا فيهم خدت 400 معلومه من التايم دومين، هتروح للفريكوانسي دومين تلاقيهم 400 معلومه. يعني وانت جاي ترسم ده، جاي ترسم ده هتلاقي ده بيترسم بقيم، هتلاقي ده بيترسم بقيم، القيم دي في الاخر 400. ممكن يبقوا 200 200 وال 200 للكيس. فانت بادئ ب 400 معلومه. انت بتعمل هو الكريور ترانسفورمرز ايه؟ ما تبصلوش بالضروره على الدومين ومش عارف، انت في الاخر بتعمل لينير مابنج. بتعمل تحليل لينير مابنج، بادئ ب 400 معلومه هتفيدك 400 معلومه. ال 400 معلومه بتوع الفريكونسي دومين، عاوز تسترد تاني المعلومات بتاعتك في التايم فريم، التايم دومين. ال 400 اللي انت بادئ بيهم في الفريكونسي هترجع بيهم ال 400 اللي انت اللي موجودين عندك في التايم دومين اكزاكت، الا يكون في كوانتايزيشن ايرور ولا حاجه نتيجه الحساب. انت بيتم يعني. فاحنا رايحين فين في ال 400 معلومه او باللي احنا هنختاره 400 اكتر شويه اقل شويه حسب اللي يسمى الفريكونسي واختيارنا ايه. واضح؟ طيب 400 معلومة عشان أجيب الشكل اللي قدامي ده. الشكل اللي قدامي ده هحلله وأقول الحاجة اللي طالعة نازلة دي أنا عارف أصلها إيه. لأني أنا فاهم وحللت الموديل اللي أنا حاطه في السكيتش إن اللي طالع نازل ده تأثير الحجارة وتأثير البروتال إكسيتيشن. طب ما تبصله بمعنى إيه؟ بمعنى ان انا عارف ان دي عباره عن حاجتين اثنين مربوطين في بعض. حاجه ليها علاقه بالبيتش، حاجه ليها علاقه بالبيتش، والتاني الجزء الثاني عامل كده. لو تضرب الاثنين دول ببعض يديك تقريبا، طبعا دي مش بتبقى ايديال قوي كده، لكن يعني الابروكسيميشن بتاعها. فكاني عندي بالسز، ستريم اوف بالسز، ده يمثل الاكسيتيشن اللي جاي من الحنجره مضروب في السيجنال دي. خدت بالك؟ فبيولد لي السيجنال. انا يا سيدي هحسب البيتش وعاوز احسب بفصلهم عن بعض. بتاخد ادفانتج كويسه قوي انك انت تقدر تحط عدد من البارامترز تو ديتكت السبيكترم بتاعك باقل بكتير قوي من ال 400 معلومه اللي عندنا. فاحنا كمان بنفترض ان وزن الفريم ده ان البيتش ثابته، وبالتالي كل اللي انت عاوزه هنا معلومه واحده للبيتش. يعني البيتش اللي عندي اللي هي بتساوي 1 على اف نوت، انا لو جبت لك الاف نوت او جبت البيتش فانا جبت المعلومه دي. كل اللي باقي ان انا الاقي يعني احط ادور على ريزنبل نمبر اوف بارامترز احطهم عشان اجيب شكل السبيكترم ده. شكل السبيكترم ده واضح ان انا اقدر اجيبه بعدد مناسب من البارامترز، مش لازم ب 399 الباقيين دي، هجيبه باقل من ذلك بكتير.
ايه رايك في الاوبتمايزيشن بروبلم ديت؟ ان انا عاوز ادور على فانكشن تو ريبريزنت شكل السبيكترم ده بالتقريب، والتقريب معقول، وتبقى الايرور يعني ايه ممكن نستحملها. البروبلم دي يعني فكرتها ايه اساسيه؟ مر عليك حاجه كده في الماتريكس اسمها كيرف فيتنج. مرت حاجه كده؟ حد يقول لي نعملها ازاي؟ او ممكن نعملها ازاي؟ فكر معايا قدامك البروبلم دي، عندك سيجنال، عندك سيجنال بالشكل ده، وعاوز تدور على على كيرف يمثلها. الكيرف ده يعني تقريبا ماشي كده، ماشي كده بعدد البارامترز اللي فيه. مش محتاج المعلومات الكتيره قوي، التفاصيل الدقيقه قوي، حتى دي مش يعني الودن ما بتبقاش حساسه قوي بيها. انا حاجه تشبه كده بس يعني ماتيماتيكال اكوموليتد. انا بعيدا عن ان احنا بندرس سبيتش، فكره انك تبقى في ايدك ادوات ماتيماتيكال تولز عشان تعرف تصرف نفسك في بروبلمز من النوع ده، انت مهندس مهم تبقى عندك ازاي تعرف لو عندي سيجنال جالي. انت رحت اشتغلت في شركه في سيزميك ويبس وبتديني الهزات الارضيه ومش عارف، بتديك حاجات كده معلومات بزياده قوي، عاوز تعمل ماتيماتيكال ريبريزنتيشن والابروكسيميشن باقل او بعدد ريزنبل، بلاش باقل، بعدد ريزنبل من البرامج. الناس اللي ورا بيتكلموا، الناس اللي ورا بيتكلموا ده صدق السيجنال دي تقريبا مره ثانيه. اكملت البروبلم
كده برضه حاجه. انا عاوز بس فورموليشن للبروبلم. واحنا كده وصلنا لنهايه القصه. طب نكمل القصه ربع ساعه ونرجع.